ثبت عيد القديسين لدى الكنائس الكاثوليكية الذي يحتفل به في الأول من نوفمبر. أتباع هذه الكنائس بالعاصمة نجمينا قاموا بتنظيف مقبرتي أنغومبا وتكرة تكريما لموتاهم الذين رحلوا عن الدنيا. قمت في الصباح الباكر من هذا اليوم بتنظيف قبر أبي الذي فارقنا منذ 10 سنوات، ورغم ذلك موجود في قلوبنا لأنه كان سببا في وجودنا في هذه الحياة. علمنا مناسبة عيد القديسين فرصة سانحة لنتذكر فيها أحبابنا الذين عشنا سويا، من ثم نقوم بواجبنا لتنظيف مقابرهم وندعو لهم. عن معنى هذا اليوم المقدس لدى المسيحيين بقية التذكير عن أقاربهم الذين فارقوا الحياة يوضح لنا قس كنيسة ساو ساتورني. عيد القديسين مناسبة دينية سنوية يدعو فيها الأسر لأقاربهم والذين رحلوا عن الدنيا بالدعوات والصلوات كما أمرنا الرب في الكتاب المقدس. أما اللعب والفرح في المقابر يخالف ما ورد في عيد القديسين. وبحسب اعتقادهم فإن تنظيف المقبرة وتضامن الأسر مع الموتى وعدم نسيانهم جاء في الكتاب المقدس. هذا ما دفع أتباع هذه الطائفة الكاثوليكية بالقيام بهذا العمل. الأول من شهر نوفمبر من كل عام يعتبر يوما مهما بالنسبة لأتباع الكنيسة في الديانة المسيحية لممارسة شعائرهم الدينية والتبشيرية التي تتماشى بتوجيهات المسيح عيسى عليه السلام، وأنهم يقومون بأعمال كثيرة ومن ثم تنظيف المقابر بحيث فرشة وتقرى، ويقدم أتباع الكنيسة صلوات وترانيم للموتى، ويقدمون توجيهات تربوية وأخلاقية تشمل الحياة الإنسانية والتمسك بمبادئ الديانة المسيحية التي تركهم عليها المسيح عيسى عليه السلام، كما يقدم إرشادات للشباب حول التماسك بمبادئهم والسعي إلى الوحدة الشاملة التي تجلب لهم المحبة فيما بينهم.